بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أحمد سين المحساني، أخونا من النيل الأبيض في السودان، يقول أنا أحيانا أقرأ آيات من القرآن الكريم، وبالتحديد أقرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة بدون أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودون أن أبسمر، وذلك حركة مني غير إرادية، فهل علي إثم في هذا؟ وما هو الوقت الذي يجب علي أن أتعود فيه عند قراءة القرآن؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في البداية. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، أي إذا أردتم الصلاة. فالاستعاذة في بداية القراءة مستحبة بهذه الآية الكريمة، ولأن ذلك يطرد الشيطان عن القارئ، أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تبعد الشيطان عن قارئ القرآن، فيتدبر القرآن وأيضا يتمكن من القراءة من غير نسيان بعض الآيات. فالاستعاذة تحرسه من الشيطان وتساعده على قراءة القرآن على الوجه الصحيح. وكذلك من آداب قراءة القرآن البسملة في أول كل سورة، البسملة في أول كل سورة بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة، لأنها لم تكتب قبلها في المصحف، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. أما ما عداها من السور فيستحب أن يقول قبل قراءتها في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من المستحبات، البداءة بالاستعاذة والبداءة بالبسملة من المستحبات في القراءة. فلو قرأ من غير أن يستعيذ أو من غير أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة فإنه لا حرج عليه، ولكنه يكون تاركا لسنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ صالح ويقول: أريد أسماء الكتب التي تحتوي للسنة الصحيحة حتى أقرأها ولا أقع في غير ذلك، جزاكم الله خيرا. قراءة الكتب السنة وفي غيرها تحتاج إلى معلم ومدرس، يعني تختار مدرسا تقرأ عليه ما تيسر من الكتب النافعة، والمدرس هو الذي يوجه الطالب إلى الكتب التي يريد أن يشرحها له وأن يدرسه إياها. فلا يكفي أن الإنسان يختار عددا من الكتب ويقرأ على نفسه من غير أن يرجع في هذا إلى المعلمين وإلى المدرسين، فإن هذا لا يكفي. ربما أن الإنسان يقع في خطأ عظيم وهو يظن أنه قد عرف المقصود من الآية ومن الحديث وهو لم يعرف، ويكون قد فهم خطأ وقال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ويذكرون من النكت والطرائف في مثل هذا، نعم، أن رجلا قرأ في صحيح البخاري، نعم، حديثا فيه أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأها هو الحية السوداء شفاء من كل داء، غلطة مطبعية. فذهب والتمس حية سوداء فأكلها فقتلته، فكانت حتفة بسبب سوء فهم. نعم. وما أكثر ما يقع هذا.
والخطأ الذي يقع في العقيدة ويقع في مسائل العلم أشد من الخطأ الذي يقع في هذه الحياة. فإن كثيرا من المتعاملين في وقتنا هذا إنما حصل لهم الخطأ الكبير أو الأخطأ الكبيرة بسبب أنهم لم يتعلموا على العلماء ولم يجلسوا في حلق الذكر ولم يصبروا على طلب العلم، بل أرادوا أن يأخذوا العلم عنه بدون تعلم وبدون دخول للبيوت من أبوابها. الله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو الواجب على طلبة العلم وعلى الراغبين في العلم، أن يختار المعلم أولا قبل أن يختار الكتاب، ثم المعلم هو الذي يعين لهم الكتب النافعة. وهناك مناهج لطلبة العلم معروفة كانوا يسيرون عليها، كانوا يحفظون المختصرات في العلوم منثورة أو منظومة يحفظونها ثم يقرؤونها على العلماء ثم العلماء يشرحونها لهم ثم يراجعونها وهكذا. هكذا طلب العلم شيئا فشيئا مع الحفظ والتسميع على أهل العلم وتلقي التوضيحات والشروح منهم، تمشي على المنهج الصحيح، فبهذا توصل النتيجة أو تحصل النتيجة من طلب العلم. أما أن تختار الكتب وتستقل بذلك مع نفسك ولا ترجع إلى أهل العلم فهذا غلط كبير. ولكن حسب الإجابة على السؤال ما هو أحسن الكتب في السنة النبوية، لا شك أن أحسن الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ثم صحيح الإمام مسلم، فهما أصح كتاب الشريعة الإسلامية بعد كتاب الله عز وجل. وكذلك السنن الأربع، سنن أبي داود والنسائي والترمذي، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه السنن لها قيمتها في السنة النبوية، ولكن قد يكون فيها بعض الأحاديث التي تحتاج إلى نظر في أسانيدها، وهذا مرجعه إلى أهل العلم وأهل الاختصاص. ذلك مسند الإمام أحمد رحمه الله وموطأ الإمام مالك، هذه كلها مراجع عظيمة في السنة النبوية. الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربع، ثم مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وبقية الصحاح والمسانيد في السنة. وهناك كتب جوامع، هناك كتب جوامع مثل إشكاف المصابيح ومثل ترغيب والترهيب للمنذري، مثل رياض الصالحين للإمام النووي، مثل الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم. هذه كتب جوامع في الأخلاق والآداب والعقائد والمعاملات وفضائل الأعمال وغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة من المستمع قاسم بن عبده بن قائد يمني مقيم في الخبر. أخونا له قضية وكأن لها علاقة بالموضوع السابق شيخ صالح، يقول أعرض بفضيلتكم هذه القضية العويصة التي لم أجد لها حلا والتي لم يتعرض بمثلها كتاب فقه ولا غيره. يقول إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وأخذت تعتد، وبعدما أمضت شهرا واحدا من عدتها أي حاضت حيضة واحدة ثم توفي زوجها في هذه الأثناء، السؤال ما الذي يلزم هذه المرأة؟ هل تبقى لتكمل عدة الطلاق أم أنها تترك عدة الطلاق وتبدأ بعدة الوفاة، أم تحسب الشهر الذي أمضته من عدة الطلاق من عدة الوفاة وتكمل 3 أشهر و10 أيام فقط، أم أنه لا يلزمها أن تكمل لا هذه ولا تلك بعد وفاة زوجها المذكور؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعرض لها أهل العلم موجودة في كتب الفقه. الزوجة ما دامت في العدة رجعية، المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة فهي زوجة، فإذا توفي زوجها في أثناء عدتها من الطلاق الرجعي فإنها تعتبر متوفى عنها، ترث منه، وأيضا تلزمها عدة الوفاة، فتبدأ عدة الوفاة من وفاة 4 أشهر و10 أيام تدخل فيها بقية عدة الطلاق، تدخل فيها بقية عدة الطلاق، لأنهما عدتان لشخص واحد فيتداخلا، فتعتد 4 أشهر و10 أيام وتخرج بذلك من العدة. إذا الشهر الذي قد اعتدته قبل وفاة هذا الرجل يعتبر من العدة نفسها، وحينئذ يبقى عليها 3 أشهر و10 أيام. لا، تعتد 4 أشهر و10 أيام من وفاته، من غير ذلك الشهر، من غير ذلك الشهر 4 أشهر و10 أيام من وفاته، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
تدخل فيها بقية عدة الطلاق، 14 و10 أيام تدخل فيها بقية عدة الطلاق. جزاكم الله خيرا. لأن تقول إن حالة حيضة واحدة. نعم هكذا يقول. هو يقول حالة حيضة واحدة. هكذا. بقي عليها حيضة. نعم. ادخلان في 14 و10 أيام. لأن العدة من شخص واحد. إذا لا ليس هناك اعتداد بذلك الشهر الذي اعتدته. هذا لنا من عدة الطلاق. نعم. لكن عدة الطلاق طرأت عليها عدة الطلاق. نعم. دخلت بقيتها فيها. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر، إذا كانت المرأة لا يأتيها العذر الشهري إلا في كل 3 أشهر مرة، فما هي عدة مثل هذه المرأة؟ هل تعتد بالأقرى أم أنه يلزمها أن تعتد بالأشهر تخفيفا عليها؟ إذ أنها لو اعتدت بالأقرى لاحتاجت إلى 9 أشهر حتى تنوي عدتها دون في هذه المسألة. جزاكم الله خيرا. أدام الله تحيل أنها تعتد بالحيل ولو طالت المدة. قوله تعالى وَيَطَوَى الْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، يعني 3 حيض أو 3 أطهار عند بعض أهل العلم. نعم. الحاصل أنه إذا كانت من ذوات الحيض فهي تعتد بالأقرى 3 حيض ولو طالت المدة، ولو كانت لا تحيض إلا بعد كل 3 أشهر مرة حتى يأتي عليها 3 حيض. طيب. وهذه الآية الكريمة. وإنما تعتد بالأشهر إذا أيست من الحيض أو كانت لا تحيض أصلا. قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغار التي لم يبدأهن الحيض. نعم. وكذلك الآيسات وكذلك من لا تحيض أصلا، فإن هذه الأنواع الثلاثة يعتدن ب3 أشهر بدلا من 3 قرون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جمهورية مصر العربية محافظة جنا جيم عين يقول خطبت إحدى الفتيات وبدأت أزور أهلها، فهل لي أن أجلس مع المخطوبة وأتحدث إليها؟ جزاكم الله خيرا. يقول خطبت إحدى الفتيات وبدأت أذهب إلى أهلها، فهل لي أن أجلس مع المخطوبة وأتحدث إليها أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجلوس مع المخطوبة تحدث إليها لا يجوز مع الخلوة، لا بد أن تكون بحضرة أهلها أو بحضرة من تزور به الخلوة، ما تسترها واحتجابها، لأنك لم تعقد عليها ولا تزال أجنبية منك ولا يباح لك منها شيء إلا بالعقد. أما مجرد الجلوس معها والحديث معها بدون خلوة وبحضرة ناس تزور بهم الخلوة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن الكلام والحديث إذا أم المخطوبة، لا بأس بذلك لكن من دون خلوة. بدون خلوة لأنها لا تزال أجنبية ما دام لم تعقد على بنتها، فهي لا تزال أجنبية منه، يجب عليها ما يجب على النساء الأجنبيات مع غير المحارم من الاحتشام والحجاب وعدم الخلوة. بارك الله فيكم. شيخ صالح، بعض الناس يتوسعون كثيرا في هذا الموضوع، فقد يمتد الجلوس بالخاطب والمخطوبة وقتا طويلا مع الخلوة التي حذرت منها. شيخ صالح أطمع في كلمة في هذا المقام، جزاكم الله خيرا. توسع في هذا حرام، ولا يجوز للخاطب الذي لم يعقد على المخطوبة أن يخلو بها أو أن يسافر بها، لأنها لا تزال أجنبية منه ولا تحل له إلا بالعقد الشرعي المستوفي بالشروط والأركان. مجرد الخطبة لا يبيح له منها شيء، لا خلوة ولا استمتاعا ولا نظرا إلى ما لا يجوز النظر إليه، لأنهما لا يزال أجنبيين بعضهما من بعض. أما عوائد الناس أو أفعال الجهال والمتشبهين بالكفار، كل هذا باطل لا يجوز. يجب الرجوع إلى حكم الإسلام وحكم الشريعة في مثل هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس لديهم ما يسمى بقراءة الفاتحة، هل قراءة الفاتحة تحلل أو تحرم أو تبيح الخلوة والخروج مع المخطوبة والنزول إلى الأسواق وما أشبه ذلك؟ قراءة الفاتحة في العقد هذا لا أصل له، لا أصل له، ولا تقرأ الفاتحة في العقد أو بهذه المناسبة، وإلا هذه من عوائد العوام. العقد هو الإيجاب والقبول، يعني يقول ولي المرأة زوجتك فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح ورضيت به، فالإيجاب يكون من ولي المرأة أو وكيله، والقبول يكون من الزوج أو وكيل الزوج، هذا هو العقد. نعم. بدون قراءة الفاتحة، الفاتحة ليست مشروعة قراءتها في هذا المناسبة، ما
نعم يشرع قراءة خطبة ابن مسعود، قراءة خطبة ابن مسعود قبل الإجابة والقبول، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث الآيات، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الذي يستحب قراءته قبل العقد، أما الفاتحة فلا أصل لقراءتها في هذه الحالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل الحديث على الأكل حلالا أم حرام؟ هذا سبب ذلك أن يتحدث الناس وهم يأكلون بالحديث المباح، الكلام المباح، لا بأس بذلك، وكونهم يأكلون ويحمدون الله أحسن وأفضل. جزاكم الله خيرا. هل تجنب الأكل مع بعض الأشخاص مكروه أو على من فعل ذلك إثم، ولا سيما إذا كان لهم منظر معين أو رائحة معينة؟ إذا كان هناك شيء ينفر من الجلوس معه والأكل معه، رائحة كريهة أو عدم نظافة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فلا بأس بترك الأكل معه، لأن النفوس تتغزز من الأشياء المكروهة، فلا حرج في ذلك. أما إذا لم يكن هناك سبب فإن كونهم يأكلون جميعا أفضل، لأن هذا أكثر حضور للبركة. نعم. إذا اجتمعوا على الطعام فهو أدعى للبركة مما إذا تفرقوا، وأيضا الأكل جميعا تحصل به الألفة والاجتماع. نعم. لا في التفرق فيحصل فيه التناهر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعلمكم بأني أمتلك محل بقالة، وبعض المشترين يرغمونني على أن أبيع لهم بأقل الأسعار، وحينئذ أشعر أنني فرقت بين المتعاملين معي، فهل علي إثم للحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الممنوع أن ترفع السعر على بعض الناس أكثر مما في السوق، هذا هو الممنوع. أما إذا بعت السعر المعروف في السوق وجاءك بعض الأشخاص وتنازلت عن بعض السعر المعروف في السوق ونزلت لهم، فلا حرج عليك في ذلك. إنما الممنوع أن تغرر بالناس وترفع السعر أكثر مما تساوي السلعة، وإذا جاءك أحد يفهم الأسعار أو جاءك أحد خالق أو أحد تستحي منه فإنك تبيع عليه بالسعر المعروف أو تخفض له من السعر المعروف، فهذا ممنوع، لأن هذا من الغش. أما إذا بعت بالسعر المعروف وما تساويه السلعة فعلا في السوق، ولكن جاءك بعض الأشخاص فخفضت له من السعر المعروف، هذا تنازل عن بعض حقك، ليس فيه شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع رمضان أحمد مصطفى بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما هو السبيل الذي يراد به الجهر والتخافت؟ جزاكم الله خيرا. السبيل هو التوسط بين الجهر والمخافتة، التوسط بين الجهر والمخافتة، هذا هو السبيل المشروع. لا يجهر جهرا يترتب عليه أذى للناس، أو يخافت بقراءته حيث لا يظهر له صوت أصلا ولا يحرك شفتيه بالحروف، بل يتوسط في هذا. فابتغي بين ذلك أي بين الجهر والإخفاء سبيلا أي طريقا وسطاء. جزاكم الله خيرا. الجهر بالصلاة. نعم. الجهر بالقراءة، لأن المراد بالصلاة هنا القراءة. الجهر بالقراءة في صلاة الليل، في صلاة الليل نافلة أو غيرة. نعم. الجهر في صلاة الليل هذا مستحب، والإسرار في صلاة النهار هذا مستحب. فإن أسر بالليل أو جهر بالنهار هذا جائز، صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه يكون تاركا لسنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فسروا لنا قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء ما كان يفعله أهل الجاهلية من استباحة الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، ويجعلون بدلها أشهرا أخرى من عند أنفسهم، هذا لا يجوز، لأنه تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل الأشهر الحرم أشهرا معينة في السنة، وهي شهر ذي القعدة و
الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، والرابع شهر رجب، الرابع شهر رجب الذي قبل شعبان. هذه الأشهر حرم الله القتال فيها. المشركون تلاعبوا في هذه الأشهر فنقلوها من الأشهر التي عينها الله إلى أشهر أخرى ونسأوها، يعني أخروها، لأن المسيح معناه التأخير. هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية، إنما المسيح زيادة في الكفر، والذي الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله دين لهم سوء أعمالهم. يستبيحون القتال في الأشهر الحرم التي منع الله القتال فيها ويجعلون بدلها أشهر أخرى من عند أنفسهم، وهذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.